كان عندي ضيف بيشجع الناس على انها تتبرع. كنا بنناقش شنطه رمضان ومواد الرحمن. فقال يا جماعه ما تضايقوهاش على الناس، ده في ناس بتستنى رمضان من السنه للسنه علشان تاكل. هو دي فيها اهانه للشعب المصري؟ بيقول في قطاع من المصريين بيستنوا رمضان. اولا مفيش حد بيموت من الجوع يعني، ما قلناش مش لاقيين عيش. عشان ياكلوا لحمه، ياكلوا فراخ، ياكلوا مشمشيه، ياكلوا يعني حلويات بس. وبعدين لما احنا بقى الشعب المصري زي الفل وما عندوش مشكله في الطعام، امال بنك الطعام ده بيعمل ايه؟ بتعلنوا عن بنك الطعام ده وسامحين بيه ليه؟ اللي هو بيلم بقيه الاكل من الفنادق. بتعلنوا عن تبرعات لموا البطاطين للمصريين في الشتاء ليه؟ انهم بيموتوا من البرد. بنقول ليه ان في قرى تحت خط الفقر؟ مش انتوا بتقولوا الكلام ده؟ مش انتوا طول السنه بتقولوا تبرعوا للمستشفيات وتبرعوا للناس؟ ولا احنا عايشين في الوهم؟ الضيف التاني قال حققوا يا جماعه في الفلوس اللي بتدفع دي. يبقى احنا كده حاسين الناس على عدم التبرع؟ ضيف بيقول كده. هو انتوا ما عرفتوش ان كل البرامج من بعد احنا ما قلنا الكلام ده بما فيهم التلفزيون المصري ورشا نبيل نفسها بتقول عايزين نعرف فلوس المتبرعين بتروح فين، والوزيره غاده والي قررت تشكل لجنه عشان تفحص المليارات اللي تم ايداعها في 57/3/57 راحت فين، وتم الكشف يا استاذه فريده ان 57/3/57 انتجت مسلسل شيط احمر من ضمنها 2 مليون جنيه للمستشارين وابطال لهذا العمل كل واحد فيهم قبض له 1.5 مليون، كل ده من فلوس المتبرعين برغم ان احنا ما جبناش سيره المسلسل اساسا. طيب انا بس عايز اقول لحضراتكم هو ده في 2018 وهو ده الرصد ان هذا البرنامج اسوأ برنامج والذي قدمنا لحضراتكم فيه 20 حلقه الساعه 3 الظهر. علشان ضيف قال في قطاع من الشعب المصري بيستنى رمضان من السنه للسنه عشان ياكل، والتاني قال لا يا جماعه لازم نتحرى التبرعات دي بتروح فين. تقييمك ايه بس يا استاذه فيدا؟ تقييم ان عايزين فوضى يعني لا وبعدين انا بقى من جيل يعني من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره زي ما قال زعيمي جمال عبد الناصر. أنا عايزة إن احنا ننتج. حكاية إن أنا أتبرع وأتبرع 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 لا، أنا مرة كتبت لا. أنا مرة كتبت لا فريدة أرجوكي هيكروني أسوأ برنامج تاني في الشهر اللي بعده. خليهم يحبسوني أنا، لأن أنا كتبت مرة قلت أكفل دولة فقيرة. مش معقول ليه؟ ده احنا مصر يا جماعة، ده زي ما الرئيس قال من كام يوم كده، من كام يعني من اسبوعين ولا حاجه، قال انت لو انت حتى راس مالي وعايز تكسب انت عندك السوق المصري 100 مليون. عايزين ننتج ونستهلك اللي احنا بننتجه يعني ونشتغل. يعني اقدر اقول برضو ان الاستاذه فيدا الشبيشي ممكن برضو تصنفي من ضمن يقول لك الضيفه جت وانتقدت المشاكل المجتمعيه ممثله في تبرعات المصريين. انا عايز عايزين الشعب ده يبدا يتبرع على طول. لا لا يتبرع منين؟ محاسبه ومساءله الجهات اللي بتاخد الفلوس. شغلني الله، ما تم استجواب وتم تقديم شغلني. استجوابات الوزيره والوزيره لما قالوا لها المليارات دي بتروح فين؟ لما استاذ وحيد حامد البطل، وحيد حامد البطل، ما توجهوا التمدي لوحيد حامد كمان وتقولوا اسوأ كاتب في 2018. شوف هقول لك على حاجه، احنا عايزين يعني مرحله الله اعلم يعني مين فيها صادق ومين فيها يعني بيستغل التبرعات، ده موضوع القانون في تحقيق يا استاذه فريد، لازم الناس الموضوع يبان بقى بس للنور. اللي انا عايز اقوله ان لا ما ينفعش ان مصر تعيش على تبرعات. وتبرعات مين؟ انت عارف بره زي ما امبارح كان الدكتور جابر عصفور بيقول مع حمدي رزق بيقولوا المفروض الاثرياء اللي هنا تتفرض ضريبه تصاعديه زي ما قالها رجل الاعمال محمد فريح خميس. تمام. قال انا مستعد ضرائب تصاعديه، انت بتكسب مليار يبقى عليك. وبره بيعملوا كده بيدوا بالتلت في كل حته. طب انا بس عشان اقفل هذا الملف عايز اقول لحضراتكم ان هذا البرنامج يمكن ربما لاول مره على مدار تاريخه، احنا بدأناه من 2000 كان خفيف جدا. يعني طول عمري كنت بتكلم برضه في مائدة الرحمن وشنطة رمضان، بس كنا بنتكلم في مشاكل حتى كانت بيبقى فيها زي ما بيقولوا كده البعض فيها جرأة شوية. هذا العام في العشرين حلقة اللي قدمناهم الساعة 3 الظهر ما كانش يوم أي حاجة من الكلام ده. وبرغم كده تم اختيار هذا البرنامج على مدار سنوات وسنوات أفضل برنامج على القنوات الفضائية. وكل الناس بتقول أفضل برنامج. كل الناس. أه والله لسه النهاردة بكلمني الأستاذ مصطفى محمد ابن عم الشاعر العظيم أمل دنقل وقال لي أنا هستنى أشوفك في البرنامج بتاع واتكلم إيجابيا عن البرنامج بتاعك. وناس كتير يعني على فكرة
الناس اللي بتجيلك بتيجي علشان جدية البرنامج وعشان انه برنامج محترم. بشكرك استاذ. بس في طبعا في وجهات نظر كتير، بس انا طب استاذك بس نستقبل تليفون الاستاذة.